احنا تكلمت عن دور إدارة الأزمات والكوارث القيادة العامة لشرطة دبي لاحتواء أزمة فندق العنوان، أزمة حريجة فندق العنوان. هو بالأساس كان دور جماعي باعتبار القيادة العامة هي جزء من منظومة فريق إدارة الأزمات والكوارث الذي صدر قرار بإنشاء من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رئيس الشرطة والأمن العام رعاه الله، أصدر مرسوم رقم 22 لعام 2006 من أجل إنشاء هذا الفريق والذي يباشر بإدارة الأزمات والكوارث بإمارة دبي. فكان دور الشرطة من ضمن دور باقي الجهات المعنية لاحتواء الأزمة أو كارثة تحدث في الإمارة.